تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا لليوم وصية نوصي بها أنفسنا جميعا، إياك أن تقول أخشى ألا تصل الصدقة إلى مستحقيها، إياك أن تقول أخشى ألا تصل الصدقة إلى مستحقيها. فالحمد لله رب العالمين على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. فكما تعلمون أيها الأحباب الكرام، منذ بداية جائحة كورونا التي فرضت على الجميع الحجر الصحي، والناس تركوا أعمالهم وتوقفوا عن أشغالهم وأغلقوا دكاكينهم ومحلاتهم، وجل الناس لزموا بيوتهم إلا من كان في الضرورة، توقفت حركة المال وحركة الاقتصاد وحركة التجارة، والكثير من الناس صاروا يعيشون في ضائقة كبيرة، يعوزهم الطعام والشراب وتعوزهم المصاريف اليومية. لكن بالمقابل رأينا ولله الحمد حركة ذؤوبة في التضامن والتكافل والتعاون والتآزر. وجدنا الأغنياء والموسرين وأصحاب الأموال وأهل الإحسان يبذلون جهود محمودة ليوسعون على إخوانهم الفقراء والمحتاجين، وكثرت جمعيات أهل الخير وهيئات الوساطة بين الناس تتدخل لتوزيع هذه الأعطيات والمكرمات على مستحقيها. لكن هناك خوف عند بعض الناس من عدم وصول أموالهم إلى من يستحقونها، وهذه مسألة قديمة جدا. مسألة الخوف من عدم وصول المال إلى مستحقيه كانت ولا تزال قضية تؤرق الكثير من المحسنين والكثير من أصحاب الأيادي البيضاء، بل إنها قد تشكل هاجسا لدى بعضهم يتساءل هل المال الذي أعطيه فعلا يصل إلى مستحقيه من الفقراء والمحتاجين، أم أنه يجد له طريقا آخر. المسألة مرتبطة بالنية، فالنية لها تلازم مع الصدقة. الصدقة والنية هما كلمتان تربطهما علاقة وطيدة وصلة أكيدة، تجعل من النية سببا في قبول الصدقة عند الله حتى ولو لم تقع في مكانها الصحيح. لهذا نريد أن نطمئن جميع أهل الإحسان ونطمئن جميع أهل اليسار وأهل العطاء، ونبشرهم بأنه إذا كانت نيتهم صادقة فإن صدقتهم مقبولة عند الله، لأن رب العزة لا يضيع أجر من أحسن عملا. رب العزة لا يضيع من أخلص نيته، والذي تلاعب بالمال فهو سوف يلقى عقابا شديدا وعسرا
ما بعده عسر والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. نريد أن نطمئن أحبابنا الكرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح لما طرح عليه هذه المسألة. بعض أهل الخير قالوا: يا ربنا إننا نعطي ولكن نخشى أن لا تصل الصدقة إلى مستحقها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم طمأنهم وبشرهم بأن الله تعالى اسمه الكريم واسمه الجواد الرحيم واسمه الرقيب، يكفي أن عندك نية صادقة فأجرك ثابت عند الله. وحكى لهم النبي صلى الله عليه وسلم قصة حقيقية دارت أحداثها في غابر الأزمان. رجل من الصالحين وهو من أهل اليسار ومن أهل المال، وسمع بأن الذي ينفق الله تعالى ينفق عليه، وعلم بأن الصدقة فيها أجر وثواب كبير عند الله تعالى، وأنه حينما يضعها في يد المتصدق فإن الذي يتقبلها هو الله جل علاه، فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة حتى تصير مثل الجبل. فأراد أن يتصدق ولكن بعيدا عن أنظار الناس، بعيدا عن عيون الناس، يريد الإخلاص حتى لا يقال بأن فلان يتصدق وفلان يوسع، وحتى لا يقال كذا وكذا ويدخله الغرور ويتسرب إلى قلبه الرياء. ففكر أنه سوف يتصدق بالليل والظلام الدامس، سوف يبحث عن الفقراء في أحياء فقيرة. وفي إحدى الليلة من الليالي عزم أن يقوم بهذا الأمر ويتصدق بصدقة لا يعلم عنها إلا علام الغيوب. فخرج مستترا بظلام الليل يبحث عن محتاج أو عن محتاجة منعهم الحياء من السؤال. وفي طريقه وهو يسير وجد امرأة تطلب الصدقة. رأى في الأول بأنها لباسها رت وأنها محتاجة، فوضع في يدها ما عنده من مال. والغريب أن هذه المرأة كانت زانية، امرأة تخرج بالليل تبحث عن رزقها في الحرم، لكن هو لما رأى هكذا بلباسها متبدلة وظن أنها فقيرة أشفق عليها ووضع ما في يده من صدقة على هذه المرأة، وهي صدقة مهمة. جمع كل زكاة أمواله وقسمها ثلاثة أقساط. اليوم الأول أخذ القسط الأول فأراد أن يضعه في أحد في يد أحد الصالحين أو الصالحات، فإذا به في الصباح الناس يتحدثون، قالوا: ألم تسمعوا البارحة إن امرأة زانية فاسقة جاءها أحد الصالحين وتصدق عليها. فالرجل شعر كأنه ضيع المهمة التي من أجلها خرج، وبدأت نفسه تحاسبه، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، على كل حال ما في بس، اللهم لك الحمد على زانية. ثم قال: أخرجن في اليوم الموالي. وفي اليوم الموالي أيضا لما أسدل الليل سدوله وخرج في الظلام بدأ يبحث ويبحث، فوجد رجلا لباسه رت بسيط، فقال: ما الذي أخرج هذا الرجل؟ لعله محتاج، ولعله عنده أيتام، ولعله عنده فقراء. فخرج فوضع الصدقة. بين ذلك الرجل كان غنيا لكنه كان بخيل، ولم يكن عنده رغبة في أنه يقتني أجود اللباس بما يليق بماله. في الصباح الناس انتشر الخبر بينهم فأصبحوا يتحدثون أنه تصدق على غني، فالمال لم يذهب للفقراء بل أخذه هذا الغني، وهذا الغني كان بخيل لا يدر عليه الغنى. فالرجل شعر بالحرج ثم قال: على كل حال اللهم لك الحمد على غني. وبقي عنده الشطر الثالث من صدقته، لأنه قسم صدقته ثلاثة أشطار، كانت عنده 3000 دينار، كل سرة دار فيها 1000 دينار يعطيها لأحد الفقراء يغتني بهم.
فلما خرج في اليوم الثالث بدأ يبحث، قال أتصدقن بصدقة على من يستحقها. فإذا به يرى رجلا يسير في ظلام الليل فوضعها في يده، وذلك الرجل كان سارق، خرج بالليل يبحث لكي يسرق. وفي الصباح صار الناس يتحدثون وقيل تصدق على سارق. فالرجل قال يا رب أنا أردت أن أضع في من يستحقها وقد أخذ أيضا سارق، فالحمد لله على سارق. وصار يقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله على غني، والحمد لله على زانية، والحمد لله على سارق. وبدأ وسواس يقول له صدقتك ضاعت، صدقتك لم تقبل. وفي الليل بينما هو نائم آتاه مناد فسمعه يقول يا فلان أما صدقتك فقد قبلت منك. فالمرأة الزانية لعلها تستعف بها عن زناها، ولعل الغني يعتبر فينفق مما أعطاه الله، ولعل السارق يستعف بها عن سرقته. الرجل لما سمع هذا النداء سر قلبه، فعلم بأن المرأة الزانية فعلا هي كانت تمتهن الزنا، لعل الفقر هو الذي دفع بها إلى ذلك، ولعلها حينما تحصل على مال حلال قد تحصل لها العفة في نفسها وتتمسك بالأخلاق الكريمة وتبتعد عن الحرام. فربنا عز وجل قبل صدقة هذا الرجل، قال له ألم تعلم ماذا فعلت صدقتك في المرأة الزانية؟ لقد غيرت فكرها وغيرت قلبها وأحاسيسها وغيرت سلوكها وأقلعت عن الحرام، لقد تقبل الله منك يا رجل. وأما الغني قال لعل الله قد يعتبر فينفق مما أعطى الله. هذا الرجل غني وعنده مال وفير ويكتنزه، وكان بخيل لا يحب الصدقة، وكان محتاج من يعلمه العطاء، فلعل كرمك وجودك عليه جعله يعتبر ويقول هناك من سوف يسبقني بماله ينفق فيه للفقراء والمساكين وأنا سوف أضيع. فاعتبر هذا الغني وبفضله هداه الله تعالى. أما السارق فهو أيضا كان يسرق للحاجة للضرورة، ولما جاءه الرزق بين يديه حلالا طيبا استعف عن سرقته وذهب لكي لا يفعل مرة ثانية. فالأخبار التي وصلت الرجل في الأول من عموم الناس كلام الناس يقولون بأن صدقته لم تقبل، ولكن جاءه الهاتف من السماء وأخبره بأن صدقته مقبولة. هذا الرجل كان في الأمم السابقة وتحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت في قلوب المسلمين بأن الذي يخشى ألا تصل صدقته إلى مستحقها فليطمئن قلبه، إن الله تعالى يتقبل منه رغم كل شيء، لأن الأعمال بالنيات. فهو صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فقبول الأعمال عند الله يكون على قدر ما تحقق فيها من التجرد والإخلاص. ثم ربنا سبحانه وتعالى كريم أثبت ثواب الصدقة لهذا الرجل، وإن كان الآخذ فاسقا أو كان غنيا، فكما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في كل كبد رطبة أجر، في كل كبد رطبة أجر، فالأجر ثابت بإذن الله لكل من عنده كبد وكائن حي يتنفس ومحتاج للطعام والشراب، كل مقبول عند الله تعالى سواء كان كإنسان أو كان حيوان. ثم نجد أيضا في هذا الحديث النبوي الشريف دلالة على فضل التسليم بالقضاء والقدر. هذا الرجل سلم قدره إلى الله تعالى وحمد الله على كل حال، رغم أنه رأى بأن أمواله لم توضع في المكان المناسب. وهذا أيضا ينبغي أن يكون من سلوك المؤمن، أنه يحمد الله في المنشط والمكره وفي العسر واليسر. ثم لاحظنا بأن هذا الرجل من أخبره وأفتاه؟
استفتي قلبك استفتي قلبك استفتي قلبك، وإن أفتاك المفتون وإن أفتاك المفتون وإن أفتاك المفتون. هذا الرجل لم يجد عالما أو فقيها يستفتيه، فربنا سبحانه وتعالى أعطاه رؤيا مباركة في المنام وكانت حقا. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم بشرنا بأن الرؤيا الصادقة هي من عند الله، الرؤيا الصادقة من عند الله وهي حق، وتحمل إما بشارة أو تحمل نذارة، إما تبشر أو تنذر. فنبشر أحبابنا الكرام كل أصحاب العطاء وكل أصحاب المال، نقول لهم لا تخافوا ولا تحزنوا، وإياكم أن تقولوا نخشى أن لا تصل الصدقة إلى مستحقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بهذا الحديث فيه أجر وثواب عظيم. لهذا نواصل أيها الأحباب الكرام وندعو الله تعالى لكل المتبرعين في المغرب بأسره أن يزيدهم الله من فضله ومن نعمه. الحمد لله نتتبع الوضعية عن كتب في جميع ربوع المملكة الشريفة، في المدن وفي القرى وفي البوادي وفي الأقاليم والعملات وفي كل مكان، في شمال المغرب وفي جنوبه، في شرقه وفي غربه وفي وسطه. الحمد لله والشكر لله، الأخبار والأنباء كلها تبشر بالخير، أن أهل الخير وأهل الفضل ما أكثرهم، الناس يدقون أبواب إخوانهم ويساعدونهم، وأعظم مساعدة هي التي تكون من اليد إلى اليد، أعظم مساعدة. فالحمد لله بلغتنا أخبار بأن هناك بعض في بعض البوادي وبعض القرى هناك بعض الصالحين من يقوم بدبح أبقار وأغنام ثم يوزع اللحم على الأسر الفقيرة والمعوزة، وهناك من عنده سيارات نقل بضائع يحملها ويعمرها بالخضروات أشكال وألوان ثم يجول بها في الدواوير ويجول بها في الأحياء الشعبية، ويطرق الباب، كل باب يطرق الباب ويضع بين أيديهم قفة فيها جميع أنواع الخضروات، وهناك من يملأ عربته بقفص فيها مواد غذائية من سكر وزيت وحليب ودقيق وغيرها، ثم يقصد الأسر المعوزة فيطرق الباب ويضعه على عتبة الباب ويمر دون أن يسأل. والحمد لله وجدنا أيضا أهل الخير والفضل أنهم يعطون أوراق نقدية للفقراء والمساكين دون احتساب، وهذا كله خير عظيم وفضل كبير. حتى الجالية المغربية المقيمة بالخارج صارت تقوم بهذا العمل وتبعث عن طريق تحويل الأموال، هناك مؤسسات لتحويل الأموال نجد فيها اكتضاض هذه الأيام، الناس يتوصلون بأعطيات ويتوصلون بمكرمات من أقاربهم وذويهم، فلله الحمد والمنة على هذه النعمة الكبيرة. ونحن أيضا نقول أيها الأحباب الكرام خوفا من العدوى، من تعذر عليه أن ينفق هكذا فما عليه إلا أن يقصد المؤسسة البنكية التي هو منخرط فيها، هذه المؤسسة البنكية عندها أرقام خاصة بالصندوق ديال تدبير جائحة كورونا، ممكن أي واحد شق عليه الأمر يذهب إلى البنك ومن ثم يحول مبلغا من ماله قليل أو كثير ويحوله إلى صندوق تدبير جائحة كورونا. من تعذر عليه فليبقى في بيته ولا يخرج إلا للضرورة، والحمد لله الرقم الذي وضعته وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، الرقم الهاتفي اللي هو 19 19، هذا خاص بكل الراغبين في التبرع للمشاركة، يكفي أن يرسلوا رسالة SMS إلى هذا الرقم تمثل هبة قدرها 10 دراهم، دائما تبدو قليلة ولكن إذا كررنا العملية 10 مرات وكل يوم ونحن المغاربة بالملايين سوف يصير المبلغ كبير وكبير جدا. ثم الذي هو محتاج ما عليه إلا أن يتبع الطريقة المعلومة التي صار الكل يعرفها، وهي أن يتصل بالرقم الهاتفي 12 12. والحمد لله بدأت الاستفادة تعم الفئات المعوزة التي هي عندها بطاقة رميد، والآن
بدأنا مشوار آخر في العائلات التي غير متوفرة على بطاقة رميد، وهي من الأسر العاملة بالقطاع الغير المهيكل، ما تخضع لضمان اجتماعي وما عندها عمل بالدولة، فهي مياومة، فيتم دعمها إن شاء الله تعالى. فالجميع سوف يدعم، الدولة من جهة والشعب من جهة، فعلينا أن نضع يدا في يد، الدولة تضع يدها في يد المجتمع، ومن ثم يعم الخير على الجميع. ونسأل الله الواحد الأحد الفرد الصمد أن يتقبل من الجميع، فأسأل الله تعالى كل المحسنين والمحسنات في ربوع المغرب العزيز الذين أعطوا، ربنا سبحانه وتعالى ينظر إليهم ويباهي بهم الملائكة ويقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أعطيتهم مالا وسمعوا قولي وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فأنفقوا بسخاء. يا ملائكتي اشهدوا أني قد غفرت لهم، اشهدوا أني قد تقبلت منهم، وخذوا هذه المبالغ وربوها لهم، ربوها لهم، نموها لهم، حتى تصير يوم القيامة مثل جبل أحد. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد المؤمن لما يدخل عتبة الجنة يجد جبال من الحسنات، فيقول: يا ربي لمن هذه الجبال؟ يقول: هي لك يا عبدي. يقول: يا ربي أنى لي هذه الجبال؟ يقول: ألم تتصدق مما أعطيتك؟ فإني ادخرتها لك وربيتها ونميتها حتى صارت مثل جبال أحد ومكة وتهامة. فيقول العبد: يا ربي ليتني تصدقت بأكثر من هذا. ويتعجب أهل الإيمان وأهل اليقين والعارفين بالله، يقولون: المال مال الله، وهو الذي وفقنا للعطاء، ثم بعد ذلك يجازينا على توفيقه، فالكل من عند الله. فهنيئا لكل المتبرعين ولكل المحسنين، أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم أجمعين، وأن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، لا رياء ولا سمعة ولا شبهة، والله تعالى الموفق. ونبقى مع هذا الفاصل ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.